ورد عن جون ماريسون أنه كي يتمكن الإنسان من تعزيز تركيزه ودعم انتباهه، فعليه أن يعتمد على تطبيق 4 خطوات عملية حتى يتمكن من تعزيز انتباهه. هذه الخطوات بمثابة الخطوات الأكبر لتركيز أفضل. في هذا الفيديو نتعرف على هذه الخطوات. الخطوة الأولى: قم بتصفية مواقع التواصل الاجتماعي. طبق قانون إما نعم على الدوام أو لا على الدوام. هذا ما يعني أنه يتوجب عليك الدخول إلى حسابك الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وقم بتصفية جميع الحسابات المضافة إلى صفحتك الشخصية. بالطبع يوجد لديك الكثير، وهناك ما تتم لأمره وهناك ما ليس بذي قيمة عالية. كل ما عليك فعله أن تبقى على ما هو مهم فعليا، وتقوم بحذف كل ما ليس مهما من حسابك. بذلك عندما تدخل إلى أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي سيكون تركيزك منحصرا في أشياء محدودة بغيرها. قم بإلغاء أي حسابات خاصة بوسائل الإعلام من أخبار وترفيهات ورياضات، فجميعها أصبح لا يفيد بقدر ما يهتم بعدد المشاهدات. ناهيك عن وجهات النظر المفروضة وليست القابلة للمناقشة. الخطوة الثانية: اختر مصادر هاتفة وصريحة على نقل المعلومات بشكل موثق. بما أنك قد حذفت كل ما يتعلق بالأخبار ووسائل الإعلام، فأنت هنا بحاجة ماسة لأن تكون ملما بما يدور حولك من أحداث. على سبيل المثال، توفر موسوعة ويكيبيديا صفحة خاصة بالأحداث الجارية والمهمة، وهذا خيار رائع إذا أردت معرفة أهم الأخبار على الإطلاق في وقت قياسي وبعبارات موجزة. كما يمكنك اختيار أحد المواقع المثالية والهادفة في آن واحد، متابعة أحد الصحف، إلى غير ذلك مما تراه مفيدا ومناسبا لك. ثالثا، الخطوة الثالثة: خصص وقتا محددا للترفيه بشكل يومي. لا بد من تخصيص وقت معين حتى تتمكن من خلاله يوميا من متابعة ما ترغب فيه، ولكن دون إفراط وتفريط، وذلك دون أن يطول بك الوقت ودون أن تنتبه. فعلى سبيل المثال، خصص مرتين لتصفح بريدك الإلكتروني فقط، نصف ساعة لمواقع التواصل الاجتماعي. حاول أن تترك هاتفك بعيدا عنك، لا سيما أوقات العمل، أوقات النوم، أوقات الجلسات الأسرية. افصل حياتك اليومية عن الوقت الذي قمت بتخصيصه للترفيه. الخطوة الرابعة: نفذ الخطوات الثالثة السابقة. إلى هنا وجميع الخطة رائعة وتستحق التجربة، ولكن كيف يمكن التنفيذ؟ فهو صعب بدرجات متفاوتة لدى الكثيرين. تذكر جيدا أن حريتك تكون في أسمى حالاتها، حينما تقيدها بما ينفعها وليس أن تتركها دون تخطيط. ضع حدودا للأشياء من حولك، ركز على الأشياء النافعة فقط، ولا تجعل مجالا لأشياء دخيلة تفعلها دون وعي منك ودون حرص على مصلحتك. نظم أوقاتك، اسعى جاهدا لتكون الأفضل. حاول مرة واثنين وأكثر إلى أن يتأتى لك الحصول على ما تريد وعلى ما تستطيع من خلاله أن تسمو بنفسك، على ما هو شائع بين الجميع دون جدوى ودون أن تضيف إلى نفسك عناصر إيجابية نافعة. حاول مرارا فأنت تستطيع، فقط حاول وستكون أفضل بكثير مما أنت عليه. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.